مع راديو وتلفزيون الحياة نقدم لكم أهم أعمال الإذاعة المصرية والتلفزيون زمان. راديو وتلفزيون الحياة يقدم لكم من أعمال الإذاعة المصرية زمان إحدى حلقات البرنامج الكوميدي عجبي، حلقة بعنوان في بيتنا جاموسة، للفنان الكبير حسن عبدين خيرية أحمد، تأليف يوسف عوف وإخراج يوسف حجازي. راديو وتلفزيون الحياة يتمنى لكم الاستمتاع الدائم بما تقدمه قناة راديو وتلفزيون الحياة. معا نحيي تراث الإذاعة المصرية زمان ليتعرف عليه كل الأجيال القادمة ويستمتعوا معنا بكل ما قدمته الإذاعة المصرية زمان. عجبي عجبي، تأليف يوسف عوف. عجبي بطولة حسن عبدين خيرية أحمد. عجبي عجبي، إخراج يوسف حجازي. عجبي في بيتنا جاموسة. مش ممكن، مش ممكن حنقدر نعيش كده، وانا مفيش في ايدي اي حاجة اعملها. انا بديلك المعاد بتاعي كله على دائر المليم. حقا؟ ده انت بتديني ثروة 170 جنيه مرة واحد. نعم يا اختي، مالهم؟ دول كانوا زمان يشتروا عمارة ودلوقتي ما يشتروش خيارة. ولما تعرف كده ازاي بقى عاوزني ابقى ست البيت الشطرة هي اللي تدبر نفسها في حدود الامكانات المتاحة. فلقتني 36 سنة بالإمكانات المتاحة بتاعتك دي. غصب عني يا أخوه، غصب عني. أنا 36 سنة موظف ومفيش مرقوص عرض علي مذكرة أو مشروع غير لما أشرت له. البلد في حالة تقشف، اتصرف في حدود الإمكانات المتاحة، ممنوع الالتجاء إلى الإعانات أو القروض. ليه؟ عشان أمنع السرقة. وبطلوا سرقة؟ لا. طب كانوا بيسرقوا منين؟ من الإمكانات المتاحة. إيه؟ أتاري متاحة دي يعني متاحة للسرقة. مدام كده يبقى أسرق أنا كمان. هحولك للنيابة الإدارية فورا. نعم. معلش يا أخوها، معلش. أنا عارف إنه من ساعة ما تقطع العائد بتاع 2% ده والحكاية نشفت شوية. نشفت قوي. 2% دول كانوا 100 جنيه بيساعدوا جنب المعاش. أيوة، يعني 270 جنيه في الشهر. وحتى المبلغ اللي زي ده يعمل ايه في بيت فيه تلاتة بيروحوا مدارس وجامعة؟ على العموم انا سمعت ان الشركة هترجع تصرف ارباح تاني من الشهر ده. يا عالم يا عالم بالحال يا رب. اعمل معروف يا استاذ عبد العال، ده انا حاطط عندكم 5000 جنيه. يا سلام، ما في حاطين 500,000 وفي 5,000,000. المسألة أصلها نسبية. 5,000 دول بالنسبة لتحويشة عمر. 2,000 جنيه ادخرتهم على مدى 40 سنة، و3,000 جنيه تمن صيغة الهانم اللي بعناها. يا حضرات يا حضرات، الشركة مش ممتنعة عن صرف السلف الشهرية أو رد الوديعة للي عايز. أمال ما بتصرفوش ليه؟ دي الأوامر اللي جايالنا من هيئة سوق الأحوال. ده كذب. ده بيؤكد ان دي اوامر سعادتك يا استاذ منظور. انت حاطط فلوسك فين؟ في شركة علي العال لتوظيف الاموال. الشركة دي بالذات بتكذب، احنا ما اصدرناش اوامر بالشكل ده، واذا كانوا عاوزين يصرفولكم يصرفولكم. على رأي المثل بين حانة ومانة ضاعت لحانة. بس الأستاذ منظور أكد لي إن الدولة هتجبر صاحب الشركة دي على رد أموال المودعين. قادر وكريم يا رب. خوخة خوخة. خلاص خلاص، هيجيبوا فلوس الراجل ده من برا. هو عنده فلوس برا؟ فلوسنا. وكانت برا بتعمل ايه؟ بتتفسح في الطراوة. وهو اللي بيروح في الطراوة بيرجع؟ هيرجعوها، ده اتضح ان عنده برا فلوس زكايب زكايب. طب ما جابوهاش لحد دلوقتي ليه؟ دول بقالهم شهور. اصل المشوار بعيد. مش في اختراع اسمه طيارة؟ شوف يا اخويا الولية، الطيارة ما تنفعش، لازم باخرة، والباخرة بتاخد وقت. وباخرة ليه؟ الله، عشان تقدر تشيل البلاوي المتلتلة دي. صحيح، دول زكايب 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 زكايب. طب مفيش حتى ولو زكيبة عدس وصلت؟ لا، ولا حتى قرطاس تلمس. وحنعمل ايه يا حسونة؟ حنعيش ازاي؟ في بكرة اجتماع كبير للمودعين مع المسؤولين في مقر الشركة، ومش حنتنقل بقى من هناك غير لما نلاقي لنا حل. مفيش توزيع ارباح شهرية نهائي. طب يرجعوا لنا فلوس.
فلوسنا الوديعة بتاعتنا. هيرجعوها صحيح والنبي؟ ايوه بس بعد ما يخصموا منها بقى المبالغ اللي قبضناها طول المدة اللي فاتت، 2% اللي كنا بناخدها اول كل شهر. نعم دي ارباح مكسبنا بالحلال. ولا ارباح ولا حاجة، اعتبروها سلف من اصل الوديعة. لا اوعى توافق على كده، اوعى تتنازل عن حقك. ما هو يا كده يا مفيش فلوس. وبعدين بقى قلت ايه؟ يعني هيخصموا كام؟ معرفش، على العموم دي مجرد عملية حسابية، ياخدوا حقهم ويدونا حقنا. افتكر هيفضل لنا حوالي 3000 جنيه وشوية من 5000 زي بعضه. قوم يفك عننا حبة، روح قبضهم بسرعة يا ستي. مفيش عندهم اموال سايلة. يعني ايه؟ يعني مش هناخد المبلغ بتاعنا كاش، هناخد ما يوازي حقنا ده من اصول الشركة نفسها. ازاي؟ الشركة عندها مصانع فيها مكن ومكاتب ادارية فيها عفش واجهزة كهربائية، وعندها مزارع فيها محاصيل والات زراعية ودواجن وحيوانات. طب واحنا هناخد بدل فلوسنا ايه؟ انا شايف اننا ننقي حاجة من المزرعة. تاخدوا بفلوسكم جرار؟ نعم. والجرار ده بيجر ايه؟ كل حاجة، ده بيتأجر بالساعة وهيكسبكم ده. موافقين. خلاص تعال بقى عشان تعرف شركائك وتمضوا سوا باستلام الجرار. شركاء ايه يا استاذ؟ احنا عاوزين الجرار لوحدنا. وهو انتوا فلوسكم اللي لكم عندنا تجيب جرار برضو؟ ما بحبش المشاركة. شوف لنا حاجة تانية. تاخدوا قطن؟ نعم. نعمل بيه ايه؟ ما احنا لسه منجدين الشهر اللي فات. غيط القطن قدامكم اهو، مش محتاج غير لشويه انفار بس. انفار عشان ايه؟ عشان يلموا اللطه وبعدها يطلع القطن. قبل كده لازم تجيب رش وترش الغيط رشه حلوه عشان الدوده، وبعد ما رش اعزق بقى عشان شجره القطن ترعرع وتبقى صحتها حلوه. وبعدين الشجر هيطلع لوز. نلم اللوز ونبيعه مع اليمش في رمضان؟ لا يا ستي، لوزة القطن غير اللوز والجوز والبندق. وبعد اللوز هعمل حاجة تاني؟ لا بقى، هي صورة الحمد لله. تخلي بالك بس من دوت اللوز. نعم، ودي هعمل لها ايه اخرى؟ زي ما عملت في اللطع ودوت الورق، تجيب انفار ينقوا الدودة وترش تاني، وبعدين القطن ينور، تجيب انفار وتجنيه على طول. وبيعه على مهلي بقى؟ لا، توردوا للحكومة وهي تدفع لك تمن. وتكاليف الرش والعزيق والانفار مين اللي هيدفعها؟ تطرح ده من ده هتلاقي الناتج هو نفس مبلغ الوديعة اللي لكم في ذمتنا. حيلك، انتوا عاوزين نسيب بيوتنا بقى ونقعد نستفلح حيلة؟ حد قال لكم اننا عمال تراحيل؟ لا ما تنفعش الحكاية دي، شوفوا غيرها. مفيش بقى غير انكم تاخدوا جاموسة. ناخد ايه؟ مين؟ جاموسة. اهدي تمنى هيطلع على قد فلوسكم بالظبط. جاموسة حقيقية؟ ما الجاموسة حلاوة. اهي الوقفة هناك دي، وما عنديش حاجة تانية بقى على قد فلوسكم. الاصول اللي موجودة كلها تمنها كبير ولازم هيخش معاكم فيها شركة. يظهر ما فيش حل تاني، ناخد الجاموسة. نعمل بها ايه؟ هنبيعها يا ستي ونرجع فلوسنا ونخلص. اتكل على الله يا حضرت. ابديني هنا بالاستلام. حاضر يا سيدي، اتفضل اهو. اتفضل الجاموسة. ياي ريحتها وحشة قوي. ايه بتعملي ايه؟ برش عليها شوية برفان. طيب مش في حد هيسحب لنا الجاموسة دي وصلها لنا لحد البيت؟ لا، ما عندناش عمال للعملية دي. امال مين اللي هيضرها؟ حضرتك اخلص. انا اجر جاموسة وامشي بيها في الشارع؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ من غير ما تتنرفز عليا، سيب الجاموسة وشوف لك حاجة تانية. قلت لك ارفض اني اخش شريك مع حد. طب وانا هعمل لك ايه؟ خلاص بقى يا حسونة، خلينا نخلص. ده عاوزني اسوق الجاموسة يا اخوخة؟ ده انا عمري ما سوقت قطة قبل كده. مش عبصي بيسوق الجاموسة ازاي؟ من هنا الجادون بتاعها اهو. جادون ايه؟ انت الاخرى وانا اخدها لفة، دي القرون. الهانم بتتكلم صح، البهيمة بيجروها من السلبة اللي مربوطة في قرانها دي. خلاص هات السلبة دي يا استاذ، هاتها. شي ها مش راضية تتعتع. شد جامد يا استاذ، لازم تحسسها بشخصيتك من اول يوم وانك اقوى منها ومسيطر عليها. نعم،
اذبح لها القطه يعني؟ هي جاموسه ولا جواز؟ خليك ناشف وشدها ناحيتك بعمر. اهو اي ايه اللي حصل؟ هي اللي شدت الاول يا خوخه. اه يا ضوحي. اه مع السلامه يا استاذ، مبروك. ها انتوا مش بتصرفوا معاها عصايه ولا كربات نصوها بيه؟ اخلصي خرصه بوزك. مش انت يا خوخه، الجاموسه. شي اه يا بجر يا دي فضيحه. الناس اللي في الشارع سابوا اللي في ايديهم وقفوا اتفرجوا عليا. اتفرجوا عليكي انت؟ مين انت عشان اتفرجوا عليكي؟ لا، واحده ست محترمه ماشيه مع واحد افندي طويل وفي اخره جاموسه. بالعكس بقى، دي جاموسه وفي اخرها واحد افندي طويل. وافندي ايه؟ مدير عام. خلاص انا بقيت فرجه للي يسوى واللي ما يسواش. يا بتاع اللعبه اللي جاب لك يخليلك. سمع قلة الادب. معلش رايح شمر يا اسطى. وبعدين بقى طنش يا جوز الاتنين يا متدلع. اخرس يا قليل الادب. طب والله ما انا عتقك، اقف عندك يا جبان. حسونة الحق الجاموسه هتفلت بعيد. يوه تعالي انت الاخرى. ماشيين كده كتير. طبعا لازم نلف ونضيع وقت لحد ما الدنيا تليل عشان نخش الحته بالجاموسه وبعدين ندخلها البيت من غير ما حد يشوفنا. ودي هندخلها ازاي من باب البيت؟ امشي جاتك البلا. بلا في عينك. مش انتي هي. الساعة كام معاكي؟ داخلة على 12 اهي، بقينا نص الليل. مش وجب بقى؟ ايوه يلا روح، خدي امسكي الجالون ده شوية. يا راي ابعد عن الحبل ده. اوه بس على مقلع الجاكيتة اللي اتبهدلت دي. خدي. حاسب الجاموسة هربت. تحويشة عمري. حلاق الحاو يا ناس، الواد يا جريت الجاموسة. امسك يا جدع. امسك لو سمحت، ربنا هيخليك. امسكها من هناك. امسك يا ناس، اعملوا معروف. شدها بتعدي الشارع دي، دخلت على الجنان اللي هناك دي. حرام عليكم، هو ده غير برسيم؟ ده مشتل زهور. ما تقولناش احنا، قولها هي. وانتوا هي ايه؟ اخرس. ما انا حكيت لك الحكاية كلها من طقطق لسلامه عليكم يا عم الحاج. انا ماليش دعوة، ادي كوم الشتلات اللي هرستها البهيمة برجليها وموتتها، والكوم ده فيه الاثار اللي فشفشتها. ده غير الزهور والابصال اللي قطمتها وحشتها في بطنها، وكلها ابصار نادرة وغالية. يعني عاوز ايه دلوقتي؟ كلك نظر بقى. برضو مصمم على 50 جنيه؟ ده تمن التكلفة، انما الحاجات دي ببيعها ب150 جنيه. واذا ما دفعناش البوليس؟ اختشي عيب. وانا ايه، مش راجل واقف قدامك وبناخده وندي مع بعض؟ مفيش غير 30 جنيه. وانا مش هكسر كلامك يا بيه. شفتي كابتو قوام ازاي؟ ال 130 جنيه في خلقته. منين؟ انا ما بشيلش معايا فلوس وانا خارجة ابدا. اديله انت. ما معيش. ما معكش هنا يعني؟ لا هنا ولا هناك، ما انت عارفة. ايدك على 30 جنيه يا فندي. مفيش. البوليس. خلاص. خد الساعة الذهب بتاعتي، رهن لحد بكرة. هات. غبية. الجاموسة طبعا. لا. مش ممكن تخش من ضرفة واحدة، لازم تفتح الضرفة التانية بتاعت الباب. اهي. يلا خشي بقى جاتك دهية. وش بلاش فضيحة، اكتبي خالص. ده هتصحي سكان البيت كله. انا هغطي بقها ودمخها بالجاكيتة بتاعتي عشان صوتها ما يطلعش. خدي عشر كرفطة بقها. اهو. انا هسحبها من قدام وانت زقيها من ورا. طيب. يا ساتر. اخيرا دخلت من الباب. الحمد لله. اقفل الباب بقى زي ما كان. طيب وانت شديها على السلم. هنطلعها فين؟ في الشقه؟ لا، على السطوح، مطرح ما بنحط الخروف. اطلعي. مفيش فايده، تزيد داهيه. لقيت حته عصايه اهي.
الغزها بيها في ظهرها. طلعت بتبرطع اهي. ايوه خلي بالك بقى من الملف اللي عند باص السلم. البسطه ضيقه عليها مش عارفه تحوط. دي بتتاكل بطحة على البرازيل. حسبي حسبي كسرته. يا خبر ابيض، البرازيل وقع في بين السلم. ايه اللي حصل يا جماعه؟ البيت بيقع. ايه اللي قدام الشقه ده؟ الله اسد اسد الحقوني. لا 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 ده مش اسد ولا حاجه، دي جاموسه يا اخوانا جاموسه. ايه جاموسه؟ وادي الظروف كلها بتاعت الجاموسه دي. يعني خدناها تخليص حق؟ ده احنا نفرح لكم علشان رجع لكم حقكم عقبالنا. احنا اسفين على الازعاج ده. ساعدونا بس نطلعها فوق السطوح عشان تبقى بعيدة عنكم. على قوم هي هتستنى لحد بكرة، بس الصبح ان شاء الله هنبيعها ونخلص منها. مدام كده مفيش لزوم بقى للسطوح، خلوها هنا في بير السلم الليلة. وبعدين يا حسونا بيه، الجاموسه طول الليل عماله تنعر وتخبط كده، العماره كلها ما نامتش لحد الصبح. انا الحقيقه مكسوف منكم قوي، مش عارف مالها. يا ترى بتعمل كده ليه؟ يمكن جعانه. لا ما انا جبت لها تاكل. تاكل ايه؟ جبت لها عشا خفيف كده، سندوتشات جبنه وحلاوه. جبنه وحلاوه؟ لما الجاموسه تاكل جبنه وحلاوه ما احنا ناكل ايه؟ برسيم. على العموم اطمنوا، انا كنت مستني بس لما العلاف يفتح الصبح وبعت ابني يشتري كام علو برسيم. اصيل اصيل والله، انا مش ممكن حنزلك الجميل ده ابدا. مفيش فايدة، لهفت البرسيم وبرضه عماله تنعر ونازله خبط ورقعه في الحيطه وهتحد البيت. انا مش فاهم ايه حكايتها. المفروض كانوا يدونا معاها كتالوج يبين طريقه الاستعمال. كتالوج. صباح الخير يا جماعه. الله، ايه اللي معاد كل سكان العماره كده في بير السلم على الصبح؟ ده البنت حفيظه بتاعت العيش. يا لهوي، ايه البهيمه اللي في وسطكم دي؟ سكان جداد؟ دي جاموسه. ماني عارفة انها جاموسي، هو انا قلتلكوا انها ترماي؟ بنت انا مش ناقصك. ومن ساعة ما جت وهي نازلة رفص وضرب ومش على بعضها، مع انها لسه بلى رئة من شوية على علوين برسيم حر ونار. ما تعرفيش مالها يا حفيظة؟ يا اختي ما هي باينة كما السمسة. هي عندها ايه؟ الضرع مليان على الاخر. انتوا اخر مرة حلبتوها امتي؟ ما حلبناش خالص. وحد يعمل كده برضو؟ فضحتونا قدام البهايم. ما انا معرفش احلب جاموسه. طب روحي بسرعه هاتيلي حله كبيره. يطلعوا لهم قد ايه دول؟ 7-8 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله. احنا ناخد 2 كيلو وانت 2 كيلو والباقي نفرقوا على الجيران. اني لا، اني حلبتها لكم سينز. ايه؟ مجانا يعني، بس ما تنسوش تحلبوها تاني بعد الضهر. هنكون بعناها بقى. خساره، دي فيها كمان 7-8 كيلو لبن. ايوه بس وهنعمل ايه باللبن ده كله؟ دي جت من عند ربنا من زمان، وانا نفسي اعمل للولاد رز بلبن. اذا كان مش لدد عليكم بيعوه. نبيعه؟ نبيع اللبن لمين؟ المعلم بدوي اللبان اللي على الناصي هياخد منكم الكيلو بجنيه. ويبيعه بجنيه ونص الحرامي. وكيل اللبن الدسم ده بيحطوا له 2 كيلو ميه. الله، يعني الجاموسه دي بتدي في اليوم 15 كيلو لبن؟ طب لا، هنقول 10 كيلو بس، ها بيتباعوا ب10 جنيه. يعني 300 جنيه في الشهر. اه، وغايته جاموسه زي دي هتاكل بكام يعني؟ تكلفك يعني 50 جنيه في الشهر. لا هنقول 100 بالاقامه. ها يبقى الصاف اللي فاضل 200. سبحان الله، دول قد الارباح الشهريه اللي كانت بتطلع لنا من شركه علي العال مرتين. ده صحيح. انا مش فاهم ليه الجاموسه دي دخلت قلبي من ساعه ما شفتها. هي تتحب فعلا. حسيت انها واحده من العيله. ونام تبيعها برضو؟ فشرتي، حد يبيع لحمه؟ ضناء. حفيظة هي اللي بتحلبها كل يوم، وبقية سكان العمارة موزعين عليهم الشغل، اللي يشتري البرسيم والفول والعلف، اللي يحميها واللي يسليها. والحقيقة مش سكان العمارة بس، ده أهل الحتة كلهم. هي أنا مش عارف أودي جمايلهم دي فين. صحيح الناس لبعضيها،
بالحب والمشاركة والعطاء قدروا يكونوا مجتمع التكافل، مجتمع التراحم، مجتمع الجاموسة. الله الله، انت بتعمل ايه يا حفيظة؟ بترش الرمل ده ليه؟ رمل ايه؟ ده تراب يا استخوخ، بطرب تحت الجاموسة ولا مؤاخذة. ليه؟ ما هو التراب ده هيبقى سباخ بلدي يتباع بالشيء الفلاني. الله، ده كل حاجة في الجاموسة دي مكسب. وبالمرة هعمل لكم قرصين جلي. عشان ايه ده؟ يو عشان تولعي بيها الفرن. انتم مش حداكم فرن بتطبخوا فيه؟ بس ده فرن بوتاجاز بيولع بالانبوبة. وماله لما الانبوبة تخلص ولعيه بالجلة. يا استاذ حسونة، استاذ حسونة، الحق يا استاذ حسونة. ايه في ايه؟ في قوة بوليس جاية على البيت، عايزين ياخدوا الجاموسة. طب هنصرف ازاي؟ الحاج درويش بعت صبيانه علشان يهربوا الجاموسة على بيته. خش يا اولاد، يلا تعالوا، يلا يلا اسحبوها على مرة، اسحبوها معاهم يا حفيظة. وانت عارف طبعا ان قانون المساكن والصحة العامة بيمنع تربية الحيوانات والطيور في البيوت. طبعا، لان ده في خطر على صحة المواطنين وبيجيب امراض وبلاوي. بس للأسف فيه ناس بيربوا حيوانات في بيوتهم فعلا. ده مخالف. وفين؟ في بير السلم كمان. ما تسكتي بقى، ده انا اعرف ناس مربين جاموسة في بير السلم. تصور، حط لسانك جوه بقك. ما هو ده البلاغ اللي جالنا بالظبط. على العموم البيت كله تحت امرك، اتفضل فتشه زي ما انت عاوز. البلاغ بيقول ان في جاموسة هنا. وهي كانت هتستناك؟ هتنقطني. امال راحت فين؟ شوف انت بقى. على العموم احنا هنفتش الحارة كلها، بيت بيت واوضة اوضة. وبعد ما فتشوا عندكم هنا ملقوش البهيمة، كبسوا على بيت الحاج درويش. وظبطوها عنده؟ لا، ما انا خليتهم يهربوها قبل كده على بيت الست زباده. كبسوا على بيت الست زباده؟ كنا احنا سربناها على المنظره بتاعت سعبده الطواحيني، وهو البوليس رايح دلوقتي على بيت سعبده. والجاموسه؟ لا، ما انا قلت لهم يجيبوها على هنا تاني. ما هو بيتكم دي بعد ما فتشوه بقى أأمن مكان تستخبى فيه الجاموسة دلوقتي. إيه هم وصلوا. اهو دلوقتي بقى الميزانية ابتدت تتعدل شوية، وقدرت أدفع بعض الالتزامات. البركة في الأفكار بتاعتي. البركة في الجاموسة؟ اخس، مش هي دي الحقيقة. بس أنا خايف. من إيه؟ ممكن البوليس يطب علينا تاني. أيوة، ويعمل سكة أياسة بقى لحد ما تحصل مرة ويظبط فيها الجاموسة. أنا عندي فكرة. إيه؟ أنت عارف الخرابة اللي في الشارع الوراني؟ الله، عارفها، اللي لازقة في مستشفى الأطفال عدل. نخصص منها حتة نربط فيها الجاموسة طول النهار. طب وبالليل؟ نبقى نبيتها هنا في البيت لحد ما نشوف غفير يقعد جنبها هناك على طول. يا سلام عليك يا خوخة، اقتراحك كان هايل. ام الخير بتبرطع في الخرابة دي على كيفها. ام الخير مين؟ الجاموسة. حفيظة سميتها ام الخير خلاص. وهنزرعها. تزرعوا ايه؟ الخرابة بقى. ده معقول؟ ايوة يا خوخة ايوة، واهل الحتة كلهم اتفقوا انهم ينظفوا الخرابة دي من الزبالة اللي فيها، اللي بتلم الواغش والتعابين والكلاب والقطط وبتهدد اطفالهم، ويخضروها كلها شجر وزهور. وحنزرع فيها برسيم كمان. نقوم نوفر تمن الاكل بتاع ام الخير. ازاي؟ السباخ موجود، وقلت لاخوي يجيب تقاوي معاه من البلد. اللي انا بستغرب له، الخرابة دي مالها الصاحب؟ لها طبعا، بس هو سايبها بالشكل ده من 30 سنة. وامتى هتبتدي الشغل في الخراب؟ من يوم الثلاث. الله، بقى منظرها يفرح فعلا. فعلا، شفتي اخضرت ازاي في مفيش كام اسبوع؟ مين كان يتصور ان كان هنا في خرابة في يوم من الايام؟ ايه ده؟ البوليس جاي علينا ليه؟ لازم عشان ام الخير تاني. خبيها خبيها ورايا بسرعة. في ايه يا حضرة الضابط؟ عندنا بلاغ من هيئة البناء والعمران. نعم، بلاغ. ايوه. بخصوص ايه؟ مخالفة. الارض دي ارض مباني وانتوا حولتوها لارض زراعية. بقى كده؟ ايوه،
يا حاط الضابط، انا اعرف انه لما ارض زراعية تحول الى ارض مباني تبقى جناية مش مخالفة بس، لكن لما ارض مباني تحول الى ارض زراعية فده يبقى هنا خير ونبقى نستاهل عليه بوسة هدية وسام. انا بنفذ الاوامر. بس احنا ما عطلناش اقامة مباني عليها، في مانع انها تفضل مزروعة لغاية ما يجي معادها ويبنوها؟ لا مفيش مانع يا مدام، بس في الحالة دي لازم اذن من هيئة البناء والعمران. واذا ما خدناش اذن تدفع غرامة. مش انت صاحب الارض؟ لا. تبقى تنبه على صاحب الارض انه يدفع الغرامة دي. حاضر، هروح بكرة ادفع الغرامة دي بالنيابة عن صاحب الارض. ليه؟ هو انت ملزوم؟ ما هو اصله نايم في العسل نوم، وانا عاوز يفضل نايم فيه على طول. هو مين صاحب الارض دي؟ نفس الهيئة دي، مش داريانا ان الارض دي بتاعتها، هيئة البناء والعمران. سحسوني ست خوخة. في ايه يا حفيظة؟ مدرتيش مش ام الخير عشر. يعني ايه؟ يعني حامل. بس يا حفيظة بس، جابت ايه؟ عجل عقبال خلفي. وهو العجل ده نقدر نبيعه ونقبض فيه مبلغ. حفيظة مستخسرة اننا نبيعه لباني كده، بتقولك لو استنينا عليه لما يكبر شوية هيجيب دبل تمنه دلوقتي. الحقيقة البنت حفيظة دي اتضح انها قروبة مش ممكن نستغنى عنها ابدا. واخوها كمان. ايوه. سمعت يا ست اخر خبر؟ ايه؟ الحاج درويش عاوز يشتري جاموسة الاخر ويحطها مع ام الخير واشرفه على العملية معايا. ده نفس اللي قالته لي الست زبيدة، عاوزة تربي معانا عجول. كل اهل الحتة عاوزين يشاركونا. ما تنساش افضلهم علينا زي انهم واثقين فينا، اوعى ترفضوا. ايوه بس يبقى لازم نشوف ارض اوسع من دي بقى. لم الفلوس اللي بتترمي علينا دي يا خوخه. حفيظه المشنه دي اتملت خلاص، استنوا محدش يحدف فلوس بقى لحد ما جه مشنه تانيه. اخواني لو سمحتوا اسمعوني، انا اشكركم على الثقه الغاليه دي، واوعدكم بان مزرعه العجول دي هتبقى مزرعه نموذجيه باذن الله. ربنا عالم بالحال، شوف كنا فين وبقينا فين. ايوه ولسه الناس برضه عماله تتحايل عليا عشان اقبلهم شركه معانا. بس المزرعه مش محتاجه الاموال دي كلها. لا ما انا جات لي فكره تانية. ايه هي؟ هنشئ بالفلوس دي شركه توظيف اموال. ايه زي شركه عالي العال؟ بس دي هيبقى اسمها شركه يا عالم بالحال لتوظيف الاموال. عجبي عجبي. تأليف يوسف عوف. عجبي المخرج المساعد أحمد حسني. عجبي إخراج يوسف حجازي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب تكونوا استمتعتم بهذا العمل الرائع، وانتظرونا في أعمال أخرى قادمة بإذن الله. كان معكم راديو وتلفزيون الحياة.